بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 19/10/2020 من ميزة البساتين، وبالإشراف على لحوم صكوك توزيع الأضاحي، تم تحميل 7 طن متوجهة إلى المحافظات الآتية: محافظة جنوب سيناء 3 طن، ومحافظة أسيوط 2 طن، محافظة المنيا 2 طن، ومع كل سيارة مفتش عام، وذلك لتسليمها للسادة وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير.